عدي خروب داخل منطقة الجزاء، دفاع الثقافي، متابعة الحلمان، الحلمان يلمها في الأولى والثانية والهدف، جول 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 مباغت، هدف في توقيت رائع بالنسبة لكتيبة المدرب سعيد أبو الطاهر، وقدم تهوى الشباك، قدم تهوى الشباك والشباك تناديها في كل مباراة، قدم رامي مسالمة، تسديدة رائعة ينجح بها مسالمة في تسجيل أول هدف في المباراة، هاي المرة بهذه الطريقة خلدون الام بشكل رائع وتسديدة رائعة بالمليان من رامي مسالمة في شباك الحارس أحمد خليفة، 1-0 الشباب يذهب لغرف الملابس متقدم بهذا الهدف الجميل والتسديدة الرائعة من رامي، يرمي كرة بكل قوته في شباك الحارس أحمد خليفة يعطي الشباب هدف الأفضلية.